مشاركة أنا مع الأسرة ديالي، و كما عارفين المهرجان التكريم في حد ذاته للمرأة لا المغربية ولا المرأة بصفة عامة، وهذا شرف لي أنا نكون في المهرجان الجميل اللي كيتمتاز بالحفاوة والاستقبال ديالو، وكذلك أنها عبارة عن مهرجان ما فيهش الفشوش، عائلة مع فاميلة ديالك. المهرجان اللي كيخول لك انك تتلاقى مع اصدقاء من اقطار اخرى اللي ممكن انك تتبادلوا تجارب بيناتكم. بما ان المهرجان اللي فيلم المراه، بغينا نسولك على الدور ديال المراه في السينما المغربيه. الدور ديال المراه في السينما المغربيه، ف يعني بغيتي من كتقول سينما، هي فن سابع، مع عباره على فنون في حد ذاتها. بالضبط كنسولو على مكانتها. أنا جايك الهضرة عبارة على مهن أو فنون، فملي كدوي على المرأة في السينما ماشي غير كممثلة أو كمخرجة أو ككاتبة سيناريو، فالمرأة المغربية كتلقاها الآن تقنية، كتلقاها مديرة تصوير أو فوكس بولر، يعني مساعدة تصوير في السكريبت، ما كاينش ما أحسن من المرأة لأن عندها دقة الملاحظة، يعني تقريبا 99% ديال هاد المهنه السكريبت في التلفازه ولا في السينما كتلقاها امراه، يعني هي اللي شاده السكريبت، هي اللي ضابطه الامور ديالها، لان كتمتاز بهاد الدقه ديال ربي عطاها في المخ ديالها، واحد التركيز اللي ما كاينش عند الاغلبيه ديال الرجال. ف كي قلت لك المراه الحضور ديالها في السينما ممكن هو ماشي حضور واحد، هو بزاف ديال التواجد ديالها في بزاف ديال الاشكال، سواء فنيا او تقنيا او حتى في الانتاج يعني الباقي المهن كمديرة تصوير او كلاقطة، يعني مساعدة مهندس الصوت، يعني في كاع لي دومين في السينما. اهم مرأة في حياتي. المرأة اهم مرأة، راه كتبقى الام ديالك هي اهم مرأة، طبعا الزوجة ديالك، من بعد راه كاينين بناتك، راه عادي زعما عادي محتاجاش كالكيلاتريس. بالنسبة لأحسن دور لي أنا، يعني عندي الأدوار بحال ولادي، يعني بحال الصباع، ما نقدرش نفضل واحد على الآخر، لأن كلهم ولادي. حقيقة أن كاين بعض الأدوار اللي فيهم مساحة، وملي كنقول مساحة لا أعني بها المساحة ديال الزمان، ولكن مساحة ديال الخلق الإبداع، ان هذاك الدور كيكون عاطك واحد الاسباس فين تقلب في هذاك الشخصيه وتلبسها وتبدا تبروديها وتطرزها كما نقولوا. بالنسبه للادوار اللي باغي ندير، كاين بزاف الادوار باغي ندير قبل ما نموت، قبل ما نشرف، ولا قبل ما الى طلب الله العمر، لان كتعرف بحدك كتزيد فلاج كيمشي عليك واحد الادوار، فكاين بزاف ديال الادوار تركيبيه، بزاف ديال المسائل، وان شاء الله اللي غادي تكون.